بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. المصريين عندهم علاقة لطيفة جدا 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 مع الرضا، وبيحبوا دايما ان هم يعيشوا في الرضا، باعتبار ان الرضا اوسع ابواب البركة واوسع ابواب النعمة، وكمان الرضا بيخليهم يحسوا بان حياتهم فيها جمال كتير. وعشان كده كانوا دايما بيسكروا نفسهم بان الرضا هو الباب الاوسع للسعادة، وان الرضا ده بيخلي الانسان يشوف الحكم اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبها لنا في الحياة. وعشان كده كانوا دايما بيذكرونا ان الاقدار مش جاية عشان تضايقنا، لكن الاقدار جاية عشان تضبط حياتنا. ومن اهم الحكم اللي ظهرت في كلامهم عشان تعلمنا ده حكمة لطيفة قوي قوي، وحتى هم عاملينها كده بشكل فيه زي النغم كده، اللي هي ايه؟ ان المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. المصريين جابوا كل الكمال ده منين؟ تعالوا نشوف مع اهلنا وناسنا قالوا ايه في هذا التقرير. المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين؟ لا، اللي ربنا كاتبه هو ده اللي احنا هنشوف. اي حاجه مكتوبه لنا كده كده هتحصل، فاحنا يعني ممكن نفسرها باكتر من طريقه ايجابيه، ان احنا نحاول نكون هادين وبتاع، كده كده اللي مكتوب هيحصل، فما نقعدش نفكر في اللي جاي وكده. اكيد طبعا ربنا كاتبه، هو كل اي انسان هيشوفه، بس هو مش مكتوب على الجبين، يعني ده ربنا اللي كاتبه عنده هو، فاي اي انسان لازم يشوفه. يعني مكتوب على الجبين لازم تشوف العين، دي حاجه لها علاقه بالقدر، يعني كل واحد نصيبه هيقابله ونصيبه هيشوفه. اكيد يعني ان كل شيء مكتوب وكل شيء متحدد من الايه، من الازل، من قبل الواحد ما يتولد مكتوب بقى هيحصل له ايه او كده. هو مثل صح طبعا، ان هو اللي ربنا كتبه لنا هيحصل، بس ده ما ينفعش ياثر علينا جامد، علشان هو ممكن البني ادم يفضل فاكر ان هو بدايما هو ده كده هيحصل، يبقى انا ليه اسعى وليه اشتغل على نفسي وكده. طبعا ده شيء اكيد اللي ربنا كتبه لك، طبعا هتشوفه وفي اي مكان وفي اي وقت. وقدر مكتوب. اي نعم، مثل يعني معرفش ايه حكمه من الدين، بس هو اقدار ربنا كاتبها ملهاش علاقه العبد. وانا شايف ان الامثال كلها بتصب في حاجه واحده، ان هو القضاء، الايمان بالقضاء والقدر. انت لازم تؤمن بربنا سبحانه وتعالى يكتبه لك، وده من شروط الايمان، من اركان الايمان، ان تؤمن بالقدر خير وشر، في روايه حلوه ومره، فلازم ان انت ربنا كتبه عليك وانت في بطن امك، كما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان احدكم يعني في نهايه الحديث او في معنى الحديث، ان وانت في بطن امك مكتوب شقي او سعيد، وهتتجوز ايه وهتروح فين وهتيجي منين وهتبقى غني او فقير، كل ده مكتوب وانت لسه في بطن امك، فاللي مكتوب اللي ربنا كتبه هتشوف يمين شمال هتشوف. المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، ده كلام فيه ابداع من فهم كلام حضرة النبي صلى الله عليه واله وسلم وكلام مولانا سبحانه وتعالى. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على أن الله سبحانه وتعالى يأخذ بناصية الدواب، كل دابة أنت آخذ بناصيته، يعني إيه؟ كل دابة هي خاضعة لك يا مولانا. إذن فاللي حاصل، اللي حاصل أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على أن مسألة الجبهة والناصية دي مسألة الاستسلام لأقدار الله، وأن كل حاجة مكتوبة. وكأن المصريين وهم بيقولوا كده ماشيين مع حديث سيدنا عبد الله بن مسعود في مسألة خلق الإنسان، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربعة كلمات، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني إيه؟ خلاص كتبت عليه هذه الأقدار، يبقى إذن لما كتبت هذه الأقدار فهي تكتب في الناصية. ليه الناس قالوا المكتوب على الجبين؟ يعني وكأن الإنسان لازم يشوف إن ده مكتوب على جبينه، يعني زي قسماته. الناس عايزة تقول إيه؟ المصريين عايزين يقولوا إيه؟ عارف أنت أقدارك عاملة زي إيه؟ أقدارك عاملة زي ملامح وشك. يعني إيه؟
المكتوب على الجبين يعني ملامح وشك بتتغير؟ ملامح وشك ما بتتغيرش، فقدرك كذلك ما بيتغيرش. وعشان كده استخدموا تعبيرين مجازيين، المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، ما في حاجات بيحسها الإنسان ما بيشوفهاش، ولكن اللي حصل هو بيشوف قدر الله. فقدر الله زي بالظبط ملامحك، طولك بعرضك بشكلك بملامحك، هي دي أقدارك. عايزين يعملوا إيه؟ عايزين يقولوا له خلي بالك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله إيه؟ عليك. فعايزين يبينوا له حكاية عليك دي، فقالوا له مكتوب على الجبين، ده مكتوب على جبينك ما بيفرقكش. فعايزين يقولوا إيه؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني بيقولوا له إيه؟ اطمئن. يبقى هذه الحكمة المصرية عايزة الإنسان يعمل إيه؟ يطمئن.